يلا شفنا ورد بتصور وبتهدد فيهم كمان كثير يعني انه انا اخذتكم ورا الكواليس فيني استعملهم وما جي انت شو انا المقلب هيدا المقالب مقالب فيهم بيقولوا لي اذا شي يوم عن جد صار لك شي ما حدا حيلم عنك اكزاكتلي ما انتبهتيلها كذا مره ماجي مش بس انت وزوجك المنتج جمال سنان بتشتغلوا بللموت كمان اولادكم ريان 19 سنه ويارا 15 عم بيكونوا جزء من طائم العمل وبتاخذوا رايهم بكل شيء الله يخليهم شو كان رايهم الله عليهم عم يشوفهم شو كان رايهم بالتيزرز وبجناريك المسلسل شوفي اولادي بيحضروا السينما الاجنبيه مدمنين نتفليكس مسلسلات بيعرفوا بكل شيء عندهم العين كثير وكثير مزوقين مثل بيهم فمناخد رأيهم بكتير قصص وعلى طول إجمالا رأيهم بيكون صائب ففرجيناهم قبل ما نزلنا التيزر والبرومو والجينيريك شايفين كل شيء بس وإذا ما حبوا على طول بيقولوا بس حبوا وقالوا إنه يي أجنبي وبيشد وفي أكشن ولوكس ريل بس قالوا لنا هيك عن جد انبسطنا لأنه نحن مناخد برأيهم أكيد لأنه هن عن جد فتحين أكتر منا الجيل يعني بيعرفوا اكثر منا صح على فكره منا عم اسرع منا يعني بيشتغلوا اسرع منا بخمس مرات عم نحكي عن العيله وبدي اقول انه نحن عيلتنا كمان داخله بطريقه غير مباشره بمسلسل الموت كيف؟ لانه بنت اختي لارا لارا زنقول هي اللي صورتهم الجينيريك وصورت الصور تبع بدنا نوجه تحيه للارا لارا نوجه تحيه للارا ولالي على هالشغل الرائع يعطيهم العافيه لانه عن جد International. أنا بس بدي أقول إنه ريان بالأيوبي عم بيدرس بزنس ويارا بعدها بالمدرسة. صح. وارد بتحضري أعمالك مع زوجك الموسيقي باسم رزق بدنا نوجه له تحية.